وإذا أردنا أن نتحدث عن التطوير فعلينا أن نقول أن مصر ومعظم الدول العربية إنما تقوم نظمها التعليمية جميعا على الحفظ والتلقين. نعم كل النظم التعليمية تقريبا أو معظم النظم التعليمية في مصر وبعض الدول العربية الآن تقوم على الحفظ والتلقين. ولكي نطور التعليم علينا أن نحول اهتمام التعليم من الحفظ والتلقين إلى مهارات البحث والتفكير. كل النظم التعليمية في العالم التي تطورت سواء كانت في سنغافورة أو فنلندا أو ماليزيا أو اليابان أو غيرها من النظم التعليمية المتقدمة إنما تهتم بمهارات البحث والتفكير، التفكير الابتكاري، التفكير الناقد، القدرة على اتخاذ القرارات، القدرة على حل المشكلات، وكلها مهارات ينبغي أن يكتسبها الطالب. لأنه للأسف الشديد حتى كل نظم الامتحانات والاختبارات لدينا تقوم أيضا على الحفظ والتلقين، فنجد أن الطالب يحفظ بعض المعلومات التي يضعها في ورقة الإجابة وبعد ذلك ينتهي علاقته بهذه المعلومات تماما، لأن الاختبارات وأساليب التقويم لدينا تقوم على الحفظ والتلقين وليس على مهارات البحث والتفكير.